قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن استقرار العراق لا يمكن تحقيقه إلا باستقرار المناطق التي تعرضت للإرهاب. وأوضح الجبوري خلال لقاء تلفزيوني أن تحالف القوى العراقية سيعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية ومع المنظمات الدولية والدول الداعمة على إيجاد الحلول السريعة والحقيقية لمشكلة النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى وجود جهود لإعادة إعمار مناطق الموصل التي تعرضت لأعنف عملية إبادة وتدمير واستباحة.